يسعد مساكم يا سادس، ويعطيكم ألف عافية يا رب. اليوم إن شاء الله رح نبلش بفصل جديد بعنوان الكهرباء المتحركة. الفصل الماضي إحنا أخذنا عن كهرباء، لكن ما لها الكهرباء كانت؟ كانت ساكنة. كانت شو ساكنة؟ كيف يعني ساكنة؟ يعني إحنا ما كانت تنتقل عنا من مكان لمكان عبر أسلاك، كان لا، عنا إحنا نعمل شحن للجسم يكون إيش، أنا عندي الكهرباء موجودة عندي مكان موضعي، يعني محل ما أنا دلكت جسم مثلا، محل ما أنا لمست بجسم مشحون، وكان إيش أثرها إيش يعني كتير خفيف. بينما إحنا هون رح نحكي عن بهذا الفصل عن كهرباء متحركة. بالبداية رح نبلش بإشي بجوز مرق عليكم بسنينكم الماضية، اللي هي الدارة الكهربائية البسيطة. الدارة الكهربائية اللي هي زي ما انتو شايفينها بالصورة اللي قدامكم، هاي أبسط دارة كهربائية. كيف يعني أبسط دارة كهربائية؟ يعني أنا أكتر من هيك ما بقدر أستغني عن أي جزء من أجزاء الدارة الكهربائية. لو شلت أي جزء من الأجزاء الموجودة عندي بالرسمة هون بطلت دارة، ما بتصلح لأنها تكون دارة كهربائية. في عنا طبعا دارات كهربائية معقدة، فيها أكتر من مصباح، فيها مقاومات، فيها أشياء، بس هلأ هذا الحكي ما بهمكم. اللي بهمني إنك تتعرف اليوم على الدارة الكهربائية البسيطة اللي هي عنا. إيش تعريفها؟ لما نسمع كلمة دارة كهربائية على طول بروح ببالنا مسار مغلق. مسار إيش؟ مغلق، ببلش بنقطة وبنتهي بنفس النقطة. يعني أنا لو بدي أبلش من هون رح أمشي وأرجع هون، لو بدي أبلش من هون بدي أمشي وأرد أرجع وين هون، فهي مسار مغلق. ما له هذا المسار، تسلك الشحنات الكهربائية عن طريق شو؟ عن طريق أسلاك توصيل وبطارية ومفتاح ومصباح. كمان مرة، الدارة الكهربائية هي عبارة عن مسار مغلق، تسلك شحنات كهربائية عن طريق أسلاك توصيل وبطارية ومفتاح ومصباح. هاي الدارة الكهربائية رح لما تشتغل رح يمشي أنا عندي فيها شحنات كهربائية من خلال جميع أجزاء الدارة الكهربائية. كيف يعني؟ خلونا نتعرف أول إشي على مكونات الدارة الكهربائية. الدارة الكهربائية أول جزء بتتكون منه عنا اللي هو المفتاح الكهربائي. ما له هذا المفتاح الكهربائي؟ أو لإيش وظيفته في الدارة الكهربائية؟ وظيفته هو فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. يعني أنا عن طريقه إما زي كيف الكبسة تاعت الضوء، أنت بتكبس عليها بيضوي الضوء، بترجع بتكبس عليها بالعكس بيطفي الضوء، نفس الإشي مبدأ عمل المفتاح الكهربائي، يا بينفتح يا بيغلق الدارة الكهربائية. إذا فتحنا المفتاح هاد إيش إحنا عن الدارة بتكون غير موصلة، لكن لما نغلق المفتاح بتصير الدارة الكهربائية موصلة، فبيضوي المفتاح، فبيضوي المصباح. فشو وظيفة المفتاح الكهربائي؟ وظيفته فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. نيجي على الجزء الثاني من أجزاء الدارة الكهربائية اللي هو عنا أسلاك التوصيل. أسلاك التوصيل هيها اللي باللون الأسود خط بتمثل، هاي عنا أسلاك التوصيل الكهربائي. بتكون عنا من مصنوعة من مادة نحاسية مغلفة ببلاستيك. عمركم شفتوا سلك الكهرباء؟ أكيد سلك الكهرباء من برا بيجي مغطى عنا إحنا ببلاستيك، لكن من الداخل هو إيش المادة اللي فيه لونها برتقالي، هاي اللي هي النحاس. فعنا أسلاك نحاسية بتكون موجودة فيها. إيش وظيفتها هاي الأسلاك؟ تعمل على توصيل الكهرباء بين أجزاء الدارة. لاحظ الأسلاك الكهربائية موصلة بين جميع أجزاء الدارة الكهربائية، فهي شو بتعمل لنا؟ تعمل على توصيل الكهرباء بين أجزاء الدارة. يعني برضو كمان أنا ما بقدر أستغني عنها، إذا ما كان عندي أسلاك توصيل صفت مش دارة كهربائية. الجزء الثالث اللي هو عنا البطارية. البطارية كلياتنا بنعرفها بتتكون من قطبين، قطب موجب وقطب سالب. بيكون موصل أحد أطراف الأسلاك بالقطب الموجب، والطرف الثاني بيكون القطب السالب برضو كمان موصل بسلك توصيل. إيش وظيفتها هاي البطارية؟ هلأ إحنا حكيتنا قبل شوي إن الشحنات الكهربائية بتكون بتمشي في داخل الدارة الكهربائية. طب إيش الإشي اللي بحرك لنا هاي الشحنات في الأسلاك؟ كيف هاي الشحنات بتتحرك عنا في الأسلاك؟ هاي لها رجلان يعني بتقعد تمشي في السلك؟ لا طبعا. طب هل من حالها بتقدر تتحرك هي؟ لا طبعا.
الشحنات عندنا بتتحرك بسبب البطارية، لأن البطارية بتعطيها زي قوة دفع. لا، هاي الشحنات عبر الأسلاك علشان تمشي فيها وترد ترجع مرة تانية. البطارية عاملة زي كأنها كيف اللي بتشحن الشحنات علشان يمشوا في الدارة، نفس الاشي هيك بتعمل، انه هي زي بتعمل مبدأ زي عملية الشحن، بيكونوا الشحنات السالبة موجودين عندنا بالأسلاك، بتيجي بتعطيهم دفعة، فبصيروا يمشوا وين؟ بصيروا يمشوا في الأسلاك النحاسية، بمروا عبر المصباح، بعد ما يطلعوا من المصباح تضعف طاقتهم، بتقل طاقتهم، بصيروا يمشوا أبطأ 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 لحد ما يرجعوا مرة تانية لعند البطارية، بترجع البطارية بتعطيهم كمان مرة قوة زي تشجيع أو حافز، لأنها بتطلع مرة تانية بشكل أسرع، بترد توصل للمصباح، ترجع بتضعف طاقتها، بصير سرعتهم أقل، بترد بترجع مرة تانية للبطارية، بترجع بتدفعهم مرة تانية. فمعناته إيش وظيفة البطارية؟ وظيفتها هي دفع الشحنات الكهربائية السالبة عبر الأسلاك والمصباح الكهربائي. وآخر جزء عندنا من أجزاء الدار الكهربائية اللي هو المصباح الكهربائي. طيب تمام، بعد ما تعرفنا على مكونات الدار الكهربائية وعرفنا كيف بيكون شكلها، أجوا صاروا يحكوا إحنا عشان نسهل دراستنا للدار الكهربائية، مش معقول كل مرة يعني أنا بدي أقعد أرسم شكل بطارية وشكل مفتاح وشكل أنا مصباح. أحسن إشي إن نصير نعطي لكل جزء من هاي الأجزاء رموز نتعامل معاها، وهاي الرموز خلص تصير هي لما أنا أشوف هذا الرمز أعرف إنه مثلا المصباح، لما أشوف هذا الرمز أعرف إنه المفتاح. فعشان يسهلوا التعامل مع الدار الكهربائية رسموها إيش عن طريق الرموز. أول إشي المفتاح الكهربائي. المفتاح الكهربائي يا سادس هي الرمز ساعة، هي رمز للمفتاح الكهربائي. طلع كيف بيكون شكله؟ هاد إيش رمز المفتاح الكهربائي. نيجي عنا على أسلاك التوصيل. أسلاك التوصيل شو رمزها؟ عبارة عن هي خط مستقيم، أنا بفهم هيك إنه هذا الرمز لإيش؟ لسلك نحاسي أو هو سلك التوصيل. الجزء الثالث هو عبارة عن البطارية، بيعملوها من هون ومن هون اللي هي هذا الخط، ومن هذا الخط من هون اللي هي الأسلاك، وبيعملوا لها زي خط قصير وخط طويل، بيمثل عنا الأقطاب الموجبة والأقطاب السالبة. والمصباح آخر إشي عنا بنعبر عنه بدائرة في داخلها إشارة X. فكمان مرة عشان يسهلوا التعامل مع الدار الكهربائية رسموها بالرموز، أعطوا المفتاح الكهربائي هذا الرمز، وسلك التوصيل هي خط، والبطارية مثل هيك شكلها. لازم طبعا تعملوا واحد طويل وواحد قصير عشان نميز احنا عنا ما بين الأقطاب السالبة والأقطاب الموجبة. وآخر إشي عنا المصباح اللي هو عبارة عن رمز دائرة في داخلها X. طيب شو طريقة عملها لهاي الدار الكهربائية؟ كيف بتشتغل؟ طلع كيف بتشتغل. أول إشي بتيجي عنا البطارية، بتأثر في الشحنات بقوة، بتأثر البطارية في الشحنات الكهربائية هاي السالبة بقوة، فبتدفعها للتحرك عبر الأسلاك ومن ثم المصباح. نيجي على الرسمة، تيجي البطارية بتعطي هاي الشحنات السالبة قوة علشان تتحرك عبر الأسلاك وتوصل للمصباح وترد ترجع لها مرة تانية. من وين، من أي قطب بتطلع هاي الشحنات السالبة؟ بتطلع عنا بتمشي من القطب السالب بالدار الكهربائية، بترجع باتجاه القطب الموجب، بترد بترجع بتمشي بالبطارية، بتطلع من القطب السالب وبتكمل للقطب الموجب. فلو سألتك أنا شو طريقة عمل الدار الكهربائية أو كيف مبدأ عملها، تيجي بتقولي بتأثر البطارية في الشحنات الكهربائية السالبة بقوة فتدفعها للتحرك عبر الأسلاك ومن ثم المصباح. تتحرك الشحنات السالبة من وين؟ من الطرف السالب للبطارية إلى طرفها الموجب عبر الأسلاك، ثم كمان مرة ترجع تلف هاي اللفة لطرفها الموجب مرة تانية. شفت حركة الشحنات عنا في داخل الأسلاك؟ هاي الشحنات السالبة لما تتحرك في داخل الأسلاك شو بتعمل؟ يعني هاي حركة الشحنات في داخل الأسلاك عبارة عن شو؟ عبارة عن إشي بنحكي له التيار الكهربائي. كمان مرة، التيار الكهربائي. شو هو التيار الكهربائي؟
التيار الكهربائي بيمثل لي حركة الشحنات باتجاه معين في الدارة الكهربائية. حركة الشحنات السالبة هاي دائما من القطب السالب بتمشي في الدارة الكهربائية وترجع للقطب الموجب، بحكي عنها تيار كهربائي. هاي شكل الدارة الكهربائية كاملة باستخدام الرموز. عنا هاي الأسلاك، بعديها البطارية، فيها عنا نمثلها بخط صغير وخط طويل، بعديها منكملها عنا هاي الأسلاك، نيجي نرسم مصباح كهربائي اللي هو عنا دائرة في داخلها إشارة X، ومنكمل عنا وبيكون عنا اللي هو هون المفتاح. طبعا المفتاح بهاي الحالة بيكون عنا مفتوح غير مغلق. غير مغلق يعني معناته أن الدائرة عندي مش موصلة، زي كيف لما تمسك أنت سلكين وتقطعه من النص، نفس المبدأ. لما تكون المفتاح الكهربائي بالصورة هاي معناته هو مفتوح، فالمصباح ماله ما رح يكون شغال. بينما لو أنا مسكت هذا الخط اللي هو المفتاح وأغلقته وصلته بين هذول الدائرتين، بتصير عندنا الدائرة الكهربائية موصلة، فبالتالي بتكمل حركتها لهاي الشحنات وبتضيء عندنا المصباح الكهربائي. افتحوا لي كلياتكم يا سادس على أطور معرفتي صفحة 24. بقول لك احنا لو اضفنا بطارية اخرى للدارة الكهربائية شو بتتوقع انه يصير لاضاءة المصباح؟ هلأ احنا البطارية عرفنا انها بتعطي قوة دفع لهاي الشحنات الثعلبة علشان تمرق من خلال المصباح وتضيء المصباح. فلو اجينا احنا حطينا كمان بطارية شو رح يصير؟ رح تقوي عنا حركة هاي الشحنات الثعلبة في داخل الأسلاك، فبالتالي المصباح الكهربائي عنا رح تزيد شدة إضاءته. ليش؟ لأنه عنا صارت زي كمية الشحنات السالبة اللي رح توصله أكبر، لأنه البطارية الثانية رح تعطي كمان قوة دفع أكتر، فبتصير الشحنات بدل ما هي تمشي ورا بعض بطيء، تصير كلياتها كمية شحنات سالبة كتير توصل للمصباح، فبالتالي شدة الإنارة للمصباح شو رح تزيد؟ شو رح يصير فيها؟ رح تزيد. فمشان هيك بنحكي تزداد شدة إضاءة المصباح، لأن قوة دفع البطاريات للشحنات الكهربائية ستزداد. نيجي على